ما الذي أسقطها؟ وكيف يباح إسقاط دولة من هذا النوع؟ دولة خير وعلم وقرآن وسنة وجهاد. يقول العلماء من أسباب سقوطهم 3 أمور. الأمر الأول تحدثنا عنه، وهو تسليم الحكم لمن لا يستحق، تسليم الحكم لشاب صغير لا يفهم في الحكم ولا يفهم في الجهاد، فتولى أمر هذه الدولة العظيمة وهي في عز صراعاتها الشديدة، صراع مع النصارى في الأندلس وصراع مع الموحدين في المغرب، وبالتأكيد القائد له دور عظيم في إدارة الدولة. الأمر الثاني الذي أضعف المرابطين وأدى إلى سقوط دولتهم هو الصراع مع الموحدين، هذه الجماعة التي ثارت عليهم باسم الإسلام، هم أصلا جماعة إسلامية ودعوة إسلامية ودولة إسلامية، وثارت عليهم جماعة باسم الإسلام وباسم التوحيد، فاستهلكت قواهم. الصراع مع الموحدين استهلك قواهم. والأمر الثالث الخطير الذي أضعف المرابطين، يقول العلماء والمؤرخين، اسمعوا إلى هذا السبب، يقول السبب الثالث الرئيسي في إضعاف المرابطين رغم أنهم من العلماء الكبار هو انصراف العلماء عن العناية بالأصول وفقه الواقع وحاجات الناس العامة إلى المبالغة في الفقه المذهبي وفروعه وشروحه وانصرافهم عن أحوال الناس. عندما ينشغل العلماء ماذا يفعل الناس؟ يتخذون لهم من يقودهم، فإذا لم يقود العلماء الناس قادهم الجهال، وهذا الذي حدث، وانشغلوا عن أحوال الناس، هذا كله أدى إلى إضعاف أحوال المسلمين، فانتشر بينهم الجهل، وصار العلم خاص بطبقة معينة من الناس، وصار انقسام وانفصال بين العلماء والعامة. ينبغي للعلماء أن لا يكونوا في مجالسهم ومساجدهم معزولين عن الناس، وإنما يجب عليهم الاحتكاك ومعرفة واقعهم. رأينا موقف ابن رشد وكيف كان بنصائحه العظيمة وجه فيها حاكم المسلمين العظيم علي بن تاشفين، رأينا كيف كان العالم النموذج يقود ليس فقط العلماء وإنما يقود الحكام كذلك إلى ما يصلح الدين والدنيا. أما عندما ينشغل العلماء عن أمر الدين والدنيا، ينشغلون عن أمر الدين بالالتفات إلى تفاصيل فروع الدين، وينشغلون عن الدنيا بعدم معرفتهم بالواقع ولا يتدخلون فيه ولا يعرفون عنه شيئا، ينفصل الحكم عن العلم، وعندها يحدث الفساد. دولة المرابطين كانت دولة مباركة، دولة المرابطين كانت دولة عظيمة مجاهدة، لكنها زالت والبقاء لله وحده. سقطت دولة المرابطين على يد دولة الموحدين باسم التوحيد، باسم الدين يسقطون دولة المرابطين. من هم هؤلاء الموحدون؟ وهل كانت دعوتهم صحيحة؟ وهل استطاعوا الاستمرار فيما بدأه المرابطون من حماية الأندلس وتوحيدها، أم ضيعوا الأندلس؟ من هم هؤلاء الموحدون الذين أسقطوا دولة المرابطين؟ أثناء انشغال المرابطين بالجهاد وبالذات في الأندلس، وأثناء انشغالهم بإدارة الأمور في المغرب حيث كانوا يحكمون كل شمال أفريقيا من السودان إلى المحيط ما عدا مصر، أثناء انشغالهم كانت دولتهم دولة جهاد ودعوة، وكانوا يحكمون بالقرآن والسنة بالحكم الصحيح. في أثناء انشغالهم الناس انشغلوا بأمور أخرى، ومنها بدأت بعض الدعوات المنحرفة تظهر وتكدر صفاء العقيدة وتخالف الفهم السليم للإسلام، والمرابطون كانوا مشغولين بالجهاد عن مثل هذه الدعوات الصغيرة. عندها قامت جماعة تدعو إلى صفاء العقيدة وإلى الفهم النقي للإسلام ورفض كل ما يسيء إلى التوحيد، ويدعون إلى رفض المذهبية
والتمسك بالسنة، وسموا أنفسهم الموحدين. هذه الجماعة بنفسها لم تخلو من انحراف. ويشير الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه في الفتاوى، ابن تيمية يشير إلى أن مؤسس هذه الدعوة أبو عبد الله المهدي محمد ابن تومرت هو نفسه عنده انحرافات، لكن هكذا بدأوا يزينوا للناس ويظهروا للناس أنهم جماعة تدعو إلى التوحيد وإلى السنة الصافية وإلى التمسك بالكتاب والسنة دون مذهبية، ولاقت دعوتهم رواجا. مؤسس هذه الدعوة هو محمد ابن عبد الله ابن تومرت المشهور بالمهدي ولقبه أبو عبد الله. ذهب إلى المشرق يطلب العلم في عام 500 هجرية، وتلقى العلم على يد كبار العلماء ومن بينهم حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، وقضى في طلبه للعلم 15 سنة. وعاد في سنة 515 عاد ابن تومرت إلى شمال أفريقيا يدعو إلى التمسك بالدين الصافي، وإن كان كما ذكرت هو نفسه مطعون في أمر دينه. وتبعه على هذا الأمر رجل من قادة الموحدين ومؤسس الدولة الفعلي لهم، هو عبد المؤمن ابن علي الكومي. وهذا الرجل قد أثنى عليه المؤرخون وأشادوا بصفاته وباهر أعماله وعالي مآثره، صاحب صفات عظيمة، وكان من الذين يهتمون بالجهاد. يقول عنه الحافظ شمس الدين الذهبي في كتابه العبر، يقول إنه كان ملكا عادلا سائسا عظيم الهيبة عالي الهمة كثير المحاسن متين الديانة قليل المثل. قليل من مثل هذا الرجل. كان يقرأ كل يوم سبعا، يعني يقرأ سبع القرآن، ويجتنب لبس الحرير، ويصوم يوم الاثنين والخميس، ويهتم بالجهاد والنظر في الأمور كأنما خلق للملك. إذن الداعية لهذه الدعوة هو ابن تومرت، لكن المؤسس للدولة هو عبد المؤمن. في عام 524 هجرية مات ابن تومرت، وتولى عبد المؤمن ابن علي الكومي دعوة الموحدين، وأعلن الجهاد على المرابطين، أن هؤلاء ما هم جادين في الاهتمام بأمر التوحيد ومشغولين عن أمر التوحيد وصفاء العقيدة، والناس كثرت بينهم الانحرافات ولا أمل فيهم في تطهير العقيدة، فنحن نطهر العقيدة بأنفسنا ونحن نتولى الحكم بأنفسنا، وأعلن الجهاد على المرابطين. والحقيقة هذا التصرف يحتاج إلى وقفة. بدل من أن يجعل عبد المؤمن نفسه في عون المرابطين، بدل من أن يعينهم، ناس مشغولين في الجهاد، هل المطلوب أن يتركوا الجهاد وتسقط الأندلس وثغور المسلمين تسقط في يد النصارى؟ صحيح أمر العقيدة مطلوب، لكن الآن خطر ليس فقط العقيدة، العقيدة والديار والبلاد وكل شيء موجود. فالمرابطون كان تصرفهم صحيحا في التفاتهم للجهاد وإيقاف هذا الخطر، وكانوا يحتاجون كل عون. وإن كان أمثال هؤلاء يرون أنه لابد من الاهتمام بالعقيدة فنعم، ويضعوا أيديهم في يد المرابطين ويعينوهم على أمر تطهير العقيدة. أما أن يكون الحل هو أن نؤسس دعوة أخرى وجماعة أخرى وتتولى هذه الجماعة وهذه الدعوة إسقاط هذه الدولة الإسلامية التي تحكم بالقرآن والسنة باسم الإسلام والسنة، هذا يعني تصرف ليس فيه من الحكمة، وسنرى الآثار الخطيرة لمثل هذا التصرف. لكن هذا الذي حدث، وتولى كما ذكرنا عبد المؤمن قيادة الموحدين وبدأ بالقتال سنوات يقاتل المرابطين. من عام 524 إلى 540 قتال مستمر في المغرب ما بين الموحدين والمرابطين. هذا القتال هو الذي شغل المرابطين عن النصارى، ولولا ذلك لكان المرابطون لديهم المؤهلات أن ليس فقط يمنعوا المد النصراني بل أن يدحروه ويرجعوه من حيث بدأ، لكنهم شغلوا بالموحدين. هذا التمزق الذي حدث عند المرابطين، من جهة يقاتلون النصارى ومن جهة يقاتلون الموحدين، ومن جهة ثالثة أن الذي تولى الأمر في قيادة المرابطين بعد وفاة تاشفين هو إبراهيم ابن يوسف بن تاشفين. هذا الرجل كان صغيرا
ما هو مؤهل للحكم بنفس قدرة آبائه وأجداده، فكان الحكم حكم المرابطين ضعيفا. ولذلك في عام 540 هجرية استطاع الموحدون أن يدخلوا واحدة من أعظم المدن في المغرب، هي مدينة فاس. ثم في العام التالي مباشرة استطاع الموحدون أن يدخلوا عاصمة المرابطين مراكش، وتنتهي دولة المرابطين على أثر مقتل إبراهيم ابن تاشفين ابن يوسف، وبدأت دولة الموحدين في عام 541 هجرية. هذه الأحداث الخطيرة التي حدثت جعلت الضعف في الجهتين، من جهة في المرابطين ومن جهة أخرى في الموحدين. المرابطون انتهوا من عاصمتهم، يعني القضاء عليهم تم من عاصمتهم، باقي الدولة ما زالت بيد المرابطين لكن لا قيادة. فظل الناس في الأندلس وفي المغرب العربي، شمال أفريقيا، في السودان بدون حاكم، والموحدون سيطروا على العاصمة ولم يسيطروا على باقي الأراضي. فالمرابطون انتهوا والموحدون ما زالوا في بدايتهم. هذا الأمر أدى إلى حدوث أحداث خطيرة، فمن ذلك وقوع هزيمة كبيرة جدا للمسلمين في الأندلس في عام 540 هجرية، أثناء هذه الأحداث سقوط فاس وتولي الموحدين إلى مراكش، هزم المسلمون في الأندلس لأن المرابطين ما استطاعوا أن ينصروهم، ووقعت معركة اللج والبسيط بين مدينة دانية وطليطلة، وكانت هزيمة عظيمة نكراء للمسلمين. ثم تطور الأمر وصار أخطر وأخطر، دولة انتهت ودولة بدأت، وكلاهما لا يستطيع أن ينصر الأندلس. في عام 542 هجرية، في العام التالي تماما لسقوط المرابطين وبداية الموحدين، تتقدم القوات النصرانية نحو واحدة من أخطر وأهم مدن المسلمين، المرية. المرية في الجنوب الشرقي من الأندلس، بعيدة عن دويلات النصارى، مدينة على البحر، هي معسكر البحر للمسلمين، الميناء العسكري. تقدمت نحوها جيوش النصارى ومدتهم إيطاليا بالجيوش، وينظمهم جميعا ألفونسو السابع، فحاصروها من البر والبحر حتى نفد الطعام بين المسلمين في المرية، وكان جهادا رائعا وصبرا عظيما. لكن استطاعت هذه الجيوش بسبب انشغال المرابطين والموحدين، لا أحد ينصر المرية، استطاعت جيوش النصارى أن تهزم المسلمين وتقتحم المدينة، وأسر الآلاف، عشرات الآلاف من الناس، واستشهدت أعداد كبيرة من المسلمين على رأسهم الإمام عبد الله الرشاطي من أعظم الفقهاء في المرية، وأخذت النساء، نساء المسلمين سبايا. يروي المؤرخون أخذ من المرية 14,000 بكر، مصيبة عظيمة أصابت المسلمين. لما تسقط دولة مثل المرابطين، دولة دعوة وجهاد وإيمان، حتى نكسب مثل هذه المصائب؟ لكن هذا الذي أصاب المسلمين. انظروا عندما نتفرق، انظروا عندما نتنازع، ماذا تكون النتيجة؟ ولتكن عبرة لنا في هذا الزمان وفي كل زمان. سقطت المرية وتطور الأمر وصار أخطر وأخطر، ذلك أن ابن الرنك، وقد ذكرناه سابقا، الذي استقل بغرب الأندلس، أحد النصارى استقل بغرب الأندلس وأسس دولة البرتغال وانعزل عن ألفونسو السابع. هذا الرجل أراد أن يوسع ملكه، واستغل حدثا غريبا. في تلك الفترة كان الصراع في الشرق في فلسطين حاميا بين المسلمين وبين الحملات الصليبية، وكانت أوروبا ترسل الحملات الصليبية لمساندة النصارى في فلسطين. الألمان والإنجليز أرادوا مساندة الحملات التي في فلسطين، فأرسلوا جيوشهم عن طريق البحر. هذه الجيوش كيف تصل إلى فلسطين؟ تمر من خلال المحيط الأطلسي قرب أسبانيا، قرب البرتغال، ثم تدخل في مضيق جبل طارق في البحر المتوسط حتى تصل إلى فلسطين.
ابن الرنك استغل هذه الفرصة، لما رأى هذه الجيوش مقتربة من المغرب مرت عنده في البرتغال، أرسل إليها من يستدعيها، قال انصروني على المسلمين الذين قربي في الأندلس. أنتوا جايين تقاتلوا المسلمين في فلسطين، قاتلوهم أولا في الأندلس. وفعلا استجابت له هذه الجيوش وأمدت ابن الرنك ملك البرتغال، وبدأ هذا الرجل يستغل الضعف الذي في المسلمين والتفرق بين المرابطين والموحدين، واستعان بجيوش الألمان والإنجليز القادمة في السفن، واستطاع أن يسقط عاصمة المسلمين في أقصى الغرب لشبونة بعد حصار طويل. ومنها انتقلوا إلى مدينة عظيمة أخرى هي شنترين. كل هذه الأحداث في عام 542 هجرية، عام واحد بعد سقوط المرابطين وبداية دعوة الموحدين.